الناس ليست له تهمة محددة، كما جاء في التقرير أنه أخذ 4 أحكام بالبراءة، ثم هو يعني يلفق له قضية أخرى في نفس القضية التي أخذ فيها البراءة ويعاد تدويره من جديد. ابن الدكتور البلتاجي، وبذلك يتم الانتقام من الدكتور البلتاجي ويتم الانتقام من الأسرة في شكل أنا. وللأسف حتى دراسته لم يتم يعني استكمال دراسته، يعني أنا 8 سنوات ونص الآن في حبس انفرادي يتنقل من سجون مختلفة، تقريبا يعني مر على كل السجون في مصر، وهو أيضا محبوس انفرادي ممنوع من الزيارة. أنا مش بس بتكلم عن أنس، لكن أنا أيضا بتكلم عن زوجي الدكتور محمد البتاجي أيضا محبوس لمدة الآن 9 سنوات، يعني هي كلها أيضا تهم مرصفة.